يعني برضو من ضمن الجماهير اللي بتبعت لنا يا باشمهندس، يمكن يعني احد الجماهير هو كاتب اسمه على تويتر مومو كاب، وكاتب اول فلوس في جيبي علشان تي شيرت اروح بيه الاستاد، واول طابور وقفت فيه كان طابور التذاكر الخاص بمباريات النادي الاهلي. يا سلام يا سلام على الذكريات الجميله. طبعا يعني ناس صراحه، خلي بالك ده معناه ايه؟ ان روح الفانيلا الحمراء مش خاصه بالفريق صح ولا باعضاء النادي، دي بتنتقل الى الشارع المصري. صح. هي وسيله من وسائل اعداد مواطن صالح. بص يا باشمهندس، ده حضرتك ده التويته اللي احنا قريناها دلوقتي، وبعدين حاطط صورته وهو كبير وصوره طفل صغير وقايل جيل بيسلم جيل. فبس حضرتك الموضوع مش زي ما حضرتك قلت خاص بنادي الاهلي ولا مجلس الاداره، ده بالجمهور. هي بتبقى ثقافه على مستوى الشارع المصري. طب راي حضرتك في الثقافه اللي موجوده عند جمهور النادي الاهلي تحديدا، راي حضرتك فيها ايه؟ وتعاملهم مع النادي الاهلي وتيشرت النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، شوف والروح اللي بنشوفها حتى والفريق وهو ممكن يكون في ظروف مش مستقره لكن دايما الجمهور وراه. انت بتخليني اشرح بعض المعاني. الاهلي ملك الجمهور، ده صح؟ صح صح طبعا، بس مش في المطلق. تمام، يعني حتظل انت جمهور لا تتخذ القرار. مش عايز حد يزعل مني. صح، دي نقطة. الاهلي ما اتبناش لان قراره بيجي من خارج اسواره. تمام، قراره بيجي من مجلس ادارته، من مجلس ادارته فقط. صح، لكن مجلس الاداره بياخد القرار ازاي؟ حاطط في حسابه مشاعر جماهيره ومصالح جماهيره. اذا الجمهور فعلا يملك النادي لان بنعمل من اجله، بنعمل من اجل اسعاده. وطالما ان احنا اتكلمنا بقى في الجمهور والاهلي، لازم نشرح حته تسويقيه مهمه جدا. تمام، الاعلان بينزل، قيمه الاعلان في عدد المشاهدين. صح. ف اما بيجي يقول لك ايه، انا عايز الوقت البريميوم اللي هو المميز. ده اغلى حاجه. صح. اغلى حاجه. صح. قبل مسلسل مهم في رمضان، قبل ماتشات الاهلي، اثناء ماتشات الاهلي، قبل الاستوديوهات التحليليه حتى في الاهلي، حتى البيل بوردز في الشارع يا باشمهندس. فانت بتختار ليه؟ عشان اكبر عدد من الجمهور بيشوف النادي الاهلي. صح. فاذا لما ما نيجي نتكلم في القيم التسويقيه، لا تقعد بقى تشبط لي في كلمه سمعتها وانت مش فاهمها. الاهرام ومش كل راعي بيرتبط بالاهلي بيسعى اليه لانه مستفيد من وراه. بالظبط، لان هو اكثر جماهيريه. محدش في الاحتراف ودنيا المال هيحط فلوس عشان بيجامل. اللي عايز يحط فلوس عشان بيجامل بيتبرع بيها. صح صح، تخش النادي تبرع، لكن في البيزنس لا. القرش اللي احطه ما كانش يجيب لي قرش ونص على الاقل او قرشين، ما راحش احطه. فاي كلام وتيجي سبحان الله يجادلوك، يجادلوك الاهرام مش عارف ايه، تبص تلاقي ان الاهرام يزعل الاول لما يخسر مناقصه مرتين ورا بعض طبعا امام شركات. صح. اخرى. طب لما الشركات الاخرى دي انسحبت، هل الاهلي بقى في الطل؟ يا نهار ابيض، الراعي سابني، هنعمل ايه؟ لا بالعكس، تنافس المتنافسون فعلا وزاد قيمه العرض. هي زياده حوالي 7-8%، واخد بالك؟ ولا 9%، لكنها زياده رمزيه. صح. يعني بتقول ايه؟ ناقصه ويخسر فيها. انك دائما في صعود.